شوفوا احنا بنتكلم في ايه. بقول لكم في دولة تانية عددها، عدد سكانها اقل من عدد صابع ايديا الاثنين، يعني 6 7 كده مليون. مش عايز ازود اكتر من كده عشان كلامي ما يبقاش ملوش لازمه. الدوله دي فيها 700 الف بني ادم في المستوى الثالث. انت دوله فيها 105 مليون، في الثلاث مستويات معاك 120 الف، 150 الف، 200 الف، ولا حاجه. انت قاعد بتشتغل بتعمل ايه؟ قاعد بتشتغل بتجيب كام؟ ما انت لما هتجيب كتير هتصرف على نفسك وعلى اسرتك، ويبقى عندك عربيه تشتريها وعندك يعني ناس تخدمك، ما انت غني. لكن لما انت تكون بتشتغل ودخلك بسيط يا دوبك عايز تاكل، انتوا فاهمين الفكره ولا؟ تمام. يبقى انا النهارده كانسان مصري، انا كانسان مش رئيس مصر، كانسان مصري ما بقاش معذب ان انا الاقي عندي 105 مليون اطلع من كل مليون الف، من كل ايه؟ وانا عندي 65% من سكان مصر شباب وشابات. اللي عليا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، وده من كرمه عليا، بعمل اللي محدش يفكر فيه. ولا انا غلطان هاني؟ صح. لا صحيح. صحيح. اللي محدش يفكر فيه كمسؤول في الدولة، لو كنت مشيت على المسار العادي اللي كان قبل كده في قبل 2018 ولا اعمل الكلام ده خالص، هجيبه منين؟ اصرف عليه اجيبه منين؟ مليارات الدولارات دي اجيبها منين؟ وبعدين هتطلع امتى العوائد بتاعتها؟ واحنا بنعمل ده كتير من الناس يقول لك ده يمكن ملوش لازمه. هو انتوا ما يعني مش عايزوننا نحلم لبلدنا انها تاخد مكان يليق بيها ويبقى فيها امكانيات لنمو حقيقي؟ في دور انا اعمله وفي دور احنا هنعمله. والله العظيم بدون مبالغه الدور اللي انا بعمله هو يعني عشان كده دايما اقول ربنا ربنا، لانه ربنا شرفني وعزني واكرمني ودايما بيرضيني بالكلام اللي احنا بنفكر فيه وبعدين يساعدنا ان احنا نعمله. لكن انتم ما تلومنيش انا، بس انا الومكم انتم كمان معايا. لكل انسان، لكل اسره مصريه، انا الكلام ده قلته من 3 4 سنين مش كده؟ حصل. صح. وقلت ساعتها والدكتور خالد عبد الغفار زعل جدا مني وقال لي ازاي تقول ان احنا ما عندناش في وزاره التعليم العالي، كان ساعتها ماسك التعليم، ازاي تقول ان احنا ما عندناش غير 111 ولا 100؟ مش 111، 111 مش كده؟ عملنا اختبار عشان نجيب من شريحه المتعلمين التعليم ده. عشان انا كنت عشمان ان انا كان الواحد هيكلف 30,000 ولا 40,000 ولا حتى 60,000 دولار عشان يتعلم التعليم ده، مش كده؟ تمام يا فندم. كنت ستك عايز 1000 والله. وانا لو النهارده لو في 2000 و3000 مستعدين بتبقى للمعايير دي يجي، هاخده جزيل واعلمه.